ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ انا معاذ محمد منير. معلش، ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ معاذ محمد منير من قناة معاذ محمد. النهاردة هنلعب لعبة بابجي. هنلعب انا وصاحبي، صاحبي هيلعب عشان بياكل، بس مش هيلعب دلوقتي. انا هلعب سولودو دلوقتي. انا اخر مرة لعبتها كان من 3 من شهرين 3، اخر مرة لعبتها. نشوف دلوقتي هنلعب ازاي. شوف الباتل بس عامل ازاي. طيب سكيب سكيب بس. انا مش عارف انتوا سامعيني ولا لا. هو احنا هنلعب جيم وبعدها صاحبي هيلعب معانا. نبعد دي كده، خليها هنا. طبعا يا جماعة النهاردة أول يوم، أول فيديو تشوفوا فيه وش. تعالى كده، دي نجيبها كده، احنا دي نصغرها، بقول نصغرها مش نكبرها. هتلاقوني يا جماعة المستوى بتاعي ضعيف عشان آخر مرة لعبتها كان يعني من كام شهر. طبعا يا جماعة دلوقتي هنلعب سولو دو. ايه ده؟ ابديت؟ ماشي، هنلعب سولو دو. ماشي، مش عارف هيبقى حاجاتي حلوة ولا ايه، عشان آخر مرة لعبت كان من حوالي. هو انا مشكلة السكرين عندي مكسورة، فمش عارف العب، مش الحاجات مش عارف ادوس عليها كويس. ماشي حلو. مش شايف النت كمان في ايه ده، كان قوي. ثانية عدلي الصوت. يوز اي حاجة، اي حاجة. حلو حلو. هو صاحبي يلعب معايا، انا مش عارف انت هتسمعوه ولا لا. حلو، هقول له ان انت لما تيجي تلعب معايا هتخش على اليوتيوب. بجد لما انت تيجي تلعب معايا هتخش في اليوتيوب، خد بالك. عاوزين نشتري حاجات. رسالة بعتت له، انا عاوز اشتري اللي هي البتاعة دي. عاوز اشتري من اني. ايوه دي. بوش اشتريتها. نشوف حاجات بقى يا جماعة نشتريها ان شاء الله. انا معايا 534 والزي حلو ده يا جماعة. نشتري ده ولا ده؟ هو ده وده حلوين. ولا ده يا جماعة، ده شكله تحفة. واحنا نشتري ده. ده أول حاجة. النت ضعيف، مش عارف فيه ايه. ايوه حلو اوي ده. معايا 200 ماشي.
نجيب لنا حاجة بمية. طب نشتري ده، حلو ده. طبعا هنجرب ده أول واحد. طب ابعت لي اسمك بس عشان مش فاكر اسمك. يلا بقى. ومعلش يا بود، هتلاقي عندي لاج جامد، معلش. النت يا جماعة مش لقيت حلو. نجرب ده بقى. طبعا يا جماعة الفيديو ده مش لايف، هو صاحبي هيخش معايا دلوقتي. نقول له اوكي. مش لازم. اد فريند بود سنة. اسمه ودي ودي لول سيرش. يست اول فلاج بتاعك فرنسا. بص انت ممكن تلاقيني ضعيف عشان اخر مرة لعبت كان من شهرين ثلاثة. نجرب نبعت. نبعت كمان مسج احتياطي. انا معاذ منير. تم سند. وانا ببجي قاعدة بتنزل على موبايلي، هعمل لها الغاء. كانت ما بيننا كانت 31% من ده من الصبح. هقول له يا اسطى انا بعت لك. نقفل. لا بص، انا اسمي ميزو محمد 619. مش لازم. يا دي وات مش كي مش عارف ولا حاجة. بس يا حلو ده قوي.
اصلا انا لسه ما بلاش شنو. لا وانا شايف نقطة. ايوه اهي. حلو النسك ده. بصوا يا جماعة شنو هذه الحلويات؟ ايه ده؟ انا كنت عندي بس ده على من الموبايل ب50. نشتري ومين ونشتري ده كمان. صح، لا معلش كفاية. انا لسه عامل الابديت اصلا. لما تخلص العموم يعني بقى قولي وهلعب معاك. الابديت ثانية، الابديت اللي هو 133 ميجا ده، ولا اللي هو ابديت من البلاي ستور؟ انا بس مش هنلعب سولو دو يا جماعة. يستا بص انا هعمل، لا هعمل الفيديو ده وهقفله وابدأ معاك فيديو جديد. ماشي على كده خلاص هكمل الفيديو. انا لسه عامل الابديت اللي هو جيجا كاملة وخلصته. كنت لسه عامله بس الابديت اللي هو من البلاي ستور، وعملت اللي هو 133 ميجا برضو. هتلاقي صورتي في ببجي راجل جدي، هتلاقي صورة جدي. بص صورة جدي عاملة ازاي؟ راجل لابس بدلة ولابس نضارة، بدلة سودة ماشي، والفلاج بتاعي فلاج بتاع مصر. طبعا يا جماعة اول جيم النهاردة هننزله في بوشينكي. انا شفت يا جماعه النهارده هتديني فيديو فورت، بس فيديو هاك يا جماعه، هاك جامد. بس يعني نحط دي هنا، الكلات صفر. كم واحد هيلعب؟ انا مش شايف من السكرينه مكسوره. صفر 99 واحد. يلا نمضي بشنكي ثانيه. ريفونيز مارك. طب ثانية احنا نقلب الموبايل كده. المشكلة الكاميرا. مش عارف اعمله كده ولا كده. مش لازم تشوف صورتي من الاخر. طبعا يا جماعه نزلين بشين كده عشان بيبقى فيها ناس كتير. شوتجن ماشي، انا بحب العب كده كده بالشوتجن.
لازم والله ساعات يا جماعة بسيب السكار وبلعب بشوتجن أو M16 حتى، وبلعب بشوتجن مش هسيبك. لا انا صاحبي بيبعتلي، انا مبعرفش العب غير كده. اول نوك النهارده، تعالى تعالى كدلتين. اول جيم النهارده يا جماعه كدلتين. بالنسبة لي أنا كده فاشل بصراحة، يعني أصلهم أغبياء أوي نازلين في البيت اللي أنا نازل فيه يا جماعة. مش عارف ناخد ده، بس أنا عشان ناخد الشنطة بس نحط كده. هي كده الظهر اللي هيقرب من هنا هفلق. ايه ده؟ ايه اللي كده؟ مش وقت لاج بصراحة. انا ممكن يا جماعة العب لكم طول الجيم بالسلاح ده، بس انا لو عاوزيني في جيم تحدي العب طول الجيم بالسلاح ده ومعاه شوتجن قولولي، بس تعملي لي الاول لايكات وسبسكرايب. انا مش عارف انتوا سامعيني ولا ايه. ده في دور تاني. انا اخر مرة يا جماعة لعبت ببجي كان سامع، ما اشوف صح صاحبي بعت لي ايه. يا استاذ بص، لو بتاع عندي كده شكله هيطول، فانا الاول لما يتعمل هبعت لك على طول. هلعب بالسلاح ده بدل ده، مش عارف اني اقوى بصراحه يعني، بس انا متعود العب بده. افتكرت واحد يسطا قاعد بلعب بيه، يعني لما تخلص يعني يبقى قولي. يعني الابديت قاعد معايا ربع ساعة عشان النت مش حلو. بس انا شفت كان في البيت ده. موبايل دلوقتي يا حبيبي، بصوا هقتلكوا بالسلاح ده. عملتلي نوك، خدوا بالكوا بلعبلكوا سولو دو. عمل الدبس المعفن ده، هو انا شفته بيضرب على الناحية دي. مش ناخد دين اول ما عمري ما لعبت بيها، بس يلا ناخد لها الشوتجن اهم حاجة. وتزيس ماشي. يلا يلا انا مش عارف، بفكر ارمي كل الميت كيتس اللي معايا مش عارف ليه. لا النت البنج 300 وحاجة. ماشي حلو وخلاص بقى 100 وحاجة، معقول. ان شاء الله يفضل الجيم مستمر على الحال ده. ماشي يلا يلا ماشي هبدأ. يلا حلو الشنطة بصراحة يعني. هاي ايوه، حتى ال ايه، حتى ال اي اور انا اعرف ان اسمه اي اور، ما بقلوش هو زي عشان متعود على الالعاب يعني فورت. هتلاقوني بقول الطلق الاخضر ده اي ار، الازرق اس ام جي، مش عارف الباقيه ايه بصراحه. الطلق اللي هو لونه احمر اس ام جي من الاخر كده يعني.
يعني الطلق الأحمر ده اس ام جي، هتلاقوني بقولهولكوا اس ام جي يعني. لا هو اللي اكزيت ماتش، هو اي فاتي هو مش عارف الناس بيحتاجوا ايه، بيحتواها في ايه، بس ناخدها يلا. طبعا هنبتدي، انا مش لاقي اي حد، قتلت التلاتة شكلهم هما التلاتة بس اللي كانوا في بوشينجي. افتكرتها ميت كده، عاوز دروب، نفسي في الدروب. بس يا مال هروح على البلاي ستيشن. ماشي يا انا سامع صوت واحد، سامع صوت واحد. هطلع له واقتله عشان ما تقولوش ان انا بخاف كده. طب لو ربيتي ما بيتدرب على هنا يسطا، تعالى يسطا كده، انت زي اخوك كده. 5 كيلات يا جماعة، بلعب سودو. هو قال لي اكزيت ماتش، هو اللي بيقول اكزيت ماتش، هو انا اللي بدوس ولا فيه؟ نشوف معاه ايه ده. لا مش لازم يعني نعمره. انا لحد دلوقتي يا جماعة جبت كلاية بالمسدس ده والبقية بالشوتجن، اما كلتين بالمسدس ده. انا محتاج دلوقتي تلقي شوتجن، لو ما لقيتش برضه كسبه معايا. ايه ده، انا خدت طلق من غير قصدي. انا عاوز اخش بيت ما تلوتش. هو ده في حاجات كتير، فنشوف في ايه. شدق اخيرا. طب حبيبي مش لازم اعمر. رأيت حد هموته، ثانية اعلي الاضاءة. ايوه كده الاضاءة حلوة. ايش هذه الحلويات؟ طبعا يا جماعة احنا كلنا ده جايبين 5 كيلات بس، مش عارف على ايه يعني. اسأل صاحب فاضل قد ايه عشان نخلص. بقول لك يا بود، انت فاضل لك قد ايه؟ انا سمع صوت عربيه. طب ما تيجي نجرب نجيبك كده. ست كيلات سمع صوت ضربنا هناك كده.
انا بضرب كده عشان اي حد يسمع. الزون فين؟ في الفرن. ماشي يا اسطى. بقول لك ايه يا اسطى، انا مش هعرف العب ببجي النهارده. انا اصلا النت عندي خلصان، وبيقول لي الهبوط قدام كتير قوي، قدام حوالي بتاع ساعتين او اكتر، فمش هعرف العب ببجي النهارده. ممكن العب معاك بكره. سلام. جماعة أنا لو جبت لو جبت يعني أنا كسبت الجيم يعني أبقى جامد. أنا بلعب سودو دروم، وبالنسبة إن أنا آخر مرة لعبت إذا هو في بالنسبة آخر مرة لعبت كان من شهرين أو 3، كنت بلعب ببجي. بس بعد شرط بابجي بقيت بلعب بابجي لايت. نعم مش هرد على اخوي، خلي دي مكان الخريطة. نعم قولها ليه بس ثواني، قولها عشان بلعب جيم. بس لا اطلع اطلع اطلع، قولها عاوزين ايه، قولها عشان بس ان انا بلعب جيم كده. انا شايف لا، قولها بس عاوز عاوزيني في ايه. لما اخلص. هتخلص لما اخلص. تخلص انت؟ مش عارف. طب خلص بسرعة، قولي. طب اطلع بقى. بيتوصل ازاي؟ مش هقول. انا هعمل اي حاجة. لأ قلتلك لأ. والله لو بوظت البلاي ستيشن هتشوف ايه اللي هيحصل. في دروب نزل نزل دروب، في دروب نزل هي يا جماعة. بصوا نزل طبعا يا جماعة. هشرب حاجة عشان هلسي، هشرب دي وكفاية كده. ايه ده ده بيضرب علي اخورا. سبع كيلات. كان في واحد وراه دلوقتي. ايوه شفته، عملت له نقطة. مدمر. 8 كيلات يا جماعة. مش حلو حلو. لا انا خد، انا عاوز ده. مش عارف اني احلى بصراحة، بس انا حاسس ان هو ده. طب الدروب يعني شفتش حاجة زي كده يعني. اظبطي بقى.
مش عارف بصراحة اني سلاح احسن. الفيديو ده بقى لأ كان دي هو يا جماعة كفاية الجيم ده، لما نخلصه هنقفل بقى. الفيديو بقى لكم كان دي يا لهوي، نص ساعة، نص ساعة في جيم واحد، أكيد ربع ساعة في الشنحة وكده، أما مستحيل نص ساعة في جيم واحد. ده أنا لو ملك الرغاين مش هبقى كده يعني. طبعا يا جماعة هناخد المركب دي عشان نروح للزون، في مركب تانية هناك بس هناخد دي كده. المركبة هناك خالص، يعني اجري 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 اجري، فاضل 22 فنخلص الفيديو ده ونقفل. هو كفاية ده، المشكلة ما بعرفش اعمل قط درايف. نعم عارف، لو باظ هتشوف. يا جماعة وصلنا للزون الجديدة، بس الحركة دي اكزو ايه ده، يلا انا لو بعرف اعمل كات كنت عملت، لو بعرف اعمل كات للفيديو كنت عملت. يا عيني على الهيد شوت، يا عيني على الهيد شوت. يعني بصوا جه اخد ومشي يا جماعة، ده الجيم بتاعي، ده الجيم بتاعي يا حلاوة. الجيم ده بتاعي وانا بلعب سولو دو، بس برضك الجيم ده بتاعي. يلا ايه ده، انا لو شفت حد بصو هموته. حاسس ان انا هلاقي حد هنا، مش عارف ليه حاسس. يا رب الاقي، مش هتطل ايه لا ده طل ايه ار يا كام كام المشي. على ما اظن الزون الجديدة هتبقى عندنا احنا. طبعا يا جماعة الجيم ده واخدين في 9 كيلات، حلم حلم. حاسس ان انا هلاقي نفسي هناك كده. مفيش دروب، لو مسكتك هقتلك. يا رب يكون معاك حد، معهوش حد، صاحبه مات. انا مش لازم اخد ميت كده، مش عارف، مش محتاجها اساسا. ممكن يبقى في ناس فوق في الجبل هنا. اذا في دروب اهي، بس شكل في حد راح له. مفيش، يا رب احنا الاول. لو لقيت هناك سنايبر هاخده بداية السلاح ده.
يا في فيديو عامله كان جامد قوي، كله سنايبر، ما كنتش معايا يعتبر مسدسات غير سنايبر. لو عرفت انزلها هنزل، بس خليها عاملين كده. بس احنا هنفتح هنفتح، بس احتياط الاحتياط واجب. اوه ناخد ده حلو، نشيل ايوه بقول عاوز ده. يلا يا جماعة خدت الدروب، هروح استخبى بقى عشان لو حد فكر ياخدها. هنا المخبأ حلو، كأني أشوف لو حد سكوب ليفل 6 ناخده. يا ترى ده عامل ازاي؟ يعني عامل يا جماعة زي السكوب بتاع ال سكوب بتاع ال اسمه ايه ده، اي دبليو ام. على ما اظن اي دبليو ام احسن. انا شايف حد هناك، بس عارف انا عاوز اعرف هو ليه ما كانش عاوز يموت. صح، انا مش ماسك اي دبليو ام. يا رب نلحق قبل الزون. لا 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 لا، لازم نشرب مشروب طاقة. الاحتياط واجب. ده تلقي شوتجن؟ لا افتكرته طبعا. طبعا الفيديو بقاله في حد على ما اظن. نشر كده نشر كده ان شاء الله علي. نعم ثواني ثواني. مش عارف ايه كل السكوبز دي هحتاجها في ايه. ده انا لو ملك السكوبات مش هاخد كل ده. طب ايش الجنة يا ترى؟ لا فضل انا واحد كمان. بس يا ترى واحد كمان ده فين؟ هو اكيد مستخبيلي ومعاه اي اور او قصدي معاه اي دبليو ام، فانا هقعد ادور عليه. شوفتك هموتك عشان الجيم ده بتاعي. مش عارف، حاسس ان هيبقى مستخبيلي على الارض. كنت سامع حاجة قاعدة بتمشي دلوقتي. أنا كنت سامع صوت حاجة قاعدة بتمشي.
فين بقى؟ انا حاسه اني مستخبي في بيت. يا ترى هل هو في بيت او ماشي؟ بجد انا عاوز طلب، بس يا جماعه الكلاده احتمال اتخضيت. ثانية، هي الزوم بقت صغيرة، فأكيد دلوقتي مكانها هيتكشف. ثانية، أنا شفته؟ لا. اقفلي بقى يا زوم. في دروب خدها، هو اكيد منشن فيها. هضرب له طب. اي انا سمعت صوت طلقة. انت فين بس؟ ده انا لو لقيتها كسبنا الجنيه يا جماعة، كسبنا الجنيه يا جماعة. كان مستخبي لي كل ده هنا، وانا قلت لكم على ما اظن هيبقى مستخبي هنا، طلع مش مستخبي. طبعا يا جماعة دي اخر الفيديو، اخر الفيديو النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وشير. يلا سلام. بعيد بقى. في ايه؟